اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناه روزا تشانل لفيديو جديد عن كارن بورسن وهاند ارتشل. قبل ما نبدا احط لك الفيديو سبسكرايب للشانل وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناه. ويلا بينا نبدا. قبل عرض الحلقه رقم 21 من مسلسل انت اترك بابي، خرج كرم وهاند بلايف على حسابهم في الانستجرام وجالهم سؤال وبيقول امتى هتكون جلسه التصوير معا، فكان رد كرم وقال يعني قريبا للغايه. وصباح اليوم 7/12 يعني بعد يومين من اللايف خرج كلام ان اليوم في تصوير للهانكر، والهانكر ده اختصار اسم كرم وهاندا، واتقال انهم في التصوير سويا لكن في ناس كدبت الخبر في ناس صدقت. المهم الفانز او المتابعين سالوا ادمن مسلسل اترك بيبي على تويتر اذا في تصوير اليوم او لا، والادمن مشكورا رد عليهم وقال لهم ايوه في تصوير. فسالوه مره اخرى فضوليين قوي طب ممكن تدينا لمحه عن جلسه التصوير، فرد عليهم بالاموجيات دي اللي بتعبر ان هم بيصوروا في مكان تلج واجواء شتويه وغرميه. وخرجت صحفية على تويتر وكتبت عن جلسة التصوير سيحترق المعجبين على فكرة جلسة التصوير الهانكر، لقد قلت اوف عندما سمعت الفكرة، معنى كده ان فكرة هتكون حلوة قوي، يمكن تكون فكرة مجنونة زي الستوريات اللي بيعملوها لنا على الانستجرام على طول، او ممكن تكون فكرة عاطفية وحب رومانسية. المهم احنا هنستنى واكيد هتتعرض الصور دي قريب جدا، واول ما تتعرض الصور اكيد هعمل لكم فيديو بيها. وللتأكيد على كلامي في صور دلوقتي هعرضها لكم من انستجرام مدير الاعمال واصدقاء هاندا وكرم، وقدن خرجت صديقة هاندا وكرم شفقات اللي دايما بتكون معاهم في كواليس التصوير ومعاهم في اللايفات لما بييجوا يطلعوها قبل عرض الحلقة. نزلت على حسابها صورة وكتبت هيكون يوم جميل، وايضا ادمن شركة الانتاج نزل صور عن المكان، وايضا صراحات الميك اب ارتست والصديق هاندا ارتشل نزل صورة عن المكان، وايضا مديرة اعمال هاندا نزلت صورة الكلب هاندا في الكواليس. والمجلة اللي استعرض عليها الصورة في اجماع انها هتكون مجلة اسمها هلو، لكن لسه متأكدش الخبر. بس كده يكون الفيديو خلص، اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم عن الخبر اللي سمعتوه من جلسة التصوير عن قريب هتكون على السوشيال ميديا وهنشوفها كلنا. ولو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لي في الكومنتات. بس كده يكون الفيديو خلص، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.